شهد عام 731 للهجرة، 1333 للميلاد، زيارة الرحال العربي المغربي المعروف ابن بطوطة لظفار في إطار رحلته المشهورة لعمان، والذي نقل مشاهداته ودون الكثير من التفاصيل التي يمكن من خلالها الوقوف على أحوال ظفار وأوضاعها المختلفة، وهو الأمر الذي يضفي أهمية كبيرة لهذه الرحلة. ومن أهم ما جاء في هذا الجانب هو اعتبار ابن بطوطة للمجتمع في ظفار بأنه مجتمع اقتصادي تجاري، وبأن التجارة تشكل عصب الحياة بالنسبة لهم، فيقول: وهم أهل تجارة لا عيش لهم إلا منها. كما أسهب ابن بطوطة في الحديث عن بلاط الحكم في ظفار والبروتوكولات المتبعة في تنظيم الاستقبالات والاستعراضات وغيرها. أما عادات المجتمع في ظفار فقد شغلت حيزا كبيرا في مشاهدات ابن بطوطة، والتي يمكن الاستفادة منها في الجوانب الدينية وعادات الكرم والضيافة والتعامل مع الغرباء، وكذلك الأطعمة المألوفة للسكان وتفاصيل أخرى متعلقة بالزراعة وبأنواع الأشجار. كما لم يغفل ابن بطوطة في حديثه عن ظفار موضوع الأزياء، سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة، وقد ذكر الكثير من المعلومات عن المرأة تتعلق بوضعها وبشخصيتها، مع الأخذ في الاعتبار بأن ابن بطوطة في زيارته لبعض المدن العمانية تطرق إلى مواضيع لا يمكن الأخذ بها وقبولها مثل ما وردت لديه.